مشتا سيدي حميدة. أنا مني خلقت وأنا فلاح. دركا هنا أنا نخدم بيا بولادي. عامل 3 قطارات عنب، عامل الخوخ 6 قطارات، هاكم تشوفوا فيهم، عامل الشينة. عندي أرض بيضاء نعمل فيها الخضرة، نعمل القمح، نعمل الحمص، نعمل كل الحوايج تاع الفلاحة كاملة نخدم. أعمل سنداج بسواردي ديريكت، ما طمعت حتى في واحد، لا في الدولة لا حتى شيء، بسواردي. نمشي بالجروب في 24 ساعة، نجيب بطية ب 630 ألف في 24 ساعة. التريسيتي بحذايا 50 متر، وبوطوات في الأرض تاعي، وقاعدين نستناو في زون على الغاز باش يعملوا لنا تريسيتي. قالوا لنا جيبوا شريوا ترانسفو، شرينا ترانسفو، شرينا ترانسفو الوقت هذاك، شريناه من المواد مارس ب 72 مليون من المواد مارس. ودرك وحنا نستناو ونخدم بيا بولادي، وبولادي عندهم اولاد، واحد عنده 4 واحد عنده 5 اولاد، طامعين في ربي العالمين برك، ونخدموا بذريعنا. ماناش طامعين يعني في الدوله، نطلبوا من ربي وزير الفلاحه والرئيس تبون يعني يشوف لينا لهذا التريسيتي برك. كما قال البابا حاج، احنا في 3 عائلات، بابا وانا وخويا، نخدموا هنا في الارض هذه مده سنوات، قيمناها، كبرنا شجريه، غرسنا، تعبنا، سهرنا ليل ونهار. احنا المشكلة تاعنا، الاشكال تاعنا هو المازوت. كل يوم نجيبوا بطية مازوت ب 630 الف. تعب الكبير نهبزوا في المازوت، نقلوا في من البومبا لهنا ونهبطوا. هذيك المرة اللي فاتت طاحت البطية على رجلي قريب كسرتني، شهرين وانا راقد في الدار. الاشكال تاعنا الكهرباء معدي في وسط الارض تاعنا 50 متر. الاشكال تاعنا قال لك في بين صنع الغاز، قال لك جيبوا ترانسفو. ترانسفو رانا شريناه وخلصناه في مارس، وحنا درك في ديفيتا اكتوبر، الى حد الان ما كان حتى شيء من هذا المنبر. ونشد المدير الجديد تاع الولائي لصنع الغاز، والوزير الفلاحه والرئيس تبون بانهم يعاونونا في هذه الكهرباء، في الاشكال تاع الكهرباء. الكهرباء معدي على التراب تاعنا 50 متر، الحيز البير تاعنا الى حد الان ما ركبوناش التريسيتي.